إن رجلا من أشراف أهل البصرة وأغنيائها اشترى جارية بوقرها ذهبا اسمها حسن، وكانت تحسن أن تغني وترقص وتضرب على العود في آم، فاشتراها بوقرها ذهبا وركب بها السفينة وانحدر إلى البصرة. ولما كانت السفينة في عرض البحر وسكنت الريح وهدأ الموج، صعد على ظهر السفينة ونشر الخمر وكان يعاقر الخمر، وقال لجاريته غنينا وارقصي. وكان على السفينة شاب صالح حسن الصوت يحفظ كتاب الله، فمر به وهو يستمع وقد أخذته الخمر والنشوة، فقال أيها الفتى أيها الفتى هل سمعت أحسن من هذا؟ فقال الفتى بلى سمعت، سمعت ما هو أحسن من هذا. فقال ساخرا، قال للجارية اسكت هاتي أسمعنا. فقال الفتى وعلى الفور وبصوت عال حسن، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقعت الآية موقعا عظيما في قلب هذا الرجل، كسر له، رجفت يده، سكب الخمر في الماء وقال أشهد هذا أحسن مما كنت أسمع، هذا أحسن مما كنت فيه. ثم قال أو غير ذلك يا فتى؟ فقال بلى، وقرأ وعلى الفور وبصوت عال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ارتعد الرجل عند الآية، كسر الخمر كله وألقاه في البحر وكسر العود وقال للجارية انصرفي أنت حرة، وانطوى على ظهر السفينة وهو يردد أستغفر الله هذا أحسن مما كنت فيه، أستغفر الله هذا أحسن مما كنت فيه، هل من مخرج لمثلي يا فتى، هل من مخرج لمثلي؟ فلما رآه الفتى وقد انكسر قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبدأ يرتجف ويقول أشهد إنه هو الغفور الرحيم، وشهق فمات، مات على ظهر السفينة. حبيب بن سعيد يقول والله إن كنا لنرجو له خيرا، مات وإن ريح الخمر ليوجد من فمه، مات تائبا مستغفرا نادما منكسرا. وتخلفت السفينة عن اليبس أياما ما انتفخ ولا سطعت منه ريح الخبيث. رواها الواحدي في كتاب قتل القرآن، ورواها ابن الجوزي في كتاب المنتظم.